تالنا بعد أن حسبنا قيمة حجم الأعمال الترابية في حالة الأوفرهول، لما ما تكون المسافة أكثر من المسافة المنصوص عليها في العقد. الآن نبدأ بحساب الستيب 2، نبدأ بحساب الأوفرهول ديستانس، المسافة. طبعا الحساب المسافة يعني أيضا هذا في كتابكم المنهجي جاربر، يتم عن طريق استخدام طريقة المومنت، العزم، من خلال حساب وزن average of the overhaul distance from the balance line to the station where the free haul began. يعني نبدي نحسب معدل المسافة من المحطة اللي احنا بيها إلى المحطة اللي نوصل بها إلى البالانس لاين الخاص بالفري هول ستيشن. نبدي نكمل مثالنا. احنا تعرفون طلاب، كانت المطلوب طبعا الكلام هو من دي إلى إي، فنتكلم فقط عن هذا الجزء اللي بالماس ديجرام، لكن بالحقيقة إذا نريد نحسب للمقاول فنحسب بالتأكيد من نقطة الصفر إلى الستيشن 20. خلي نبقى بهذا المطلب اللي موجود بالمثال. نبدأ طبعا البداية راح تكون من نقطة دي إلى وصولا إلى نقطة في اللي هي ستيشن 11 زائد 20. هذه هي النقطة الستيشن اللي يكون بها اللاين اوف بالانس فري هول ديستانس. نجي هنا، هو طبعا ذاكر بعد من 9 زائد 60 اللي هاي نقطة البالانس بوينت إذا تتذكرونها إلى 10، تتحركون طبعا ستيشن ستيشن، يعني من أنت 9 زائد 60، 9 زائد 90، 9 زائد 99، أنت لازم تتحرك من الستيشن اللي أنت بها وصولا الأول ستيشن راح تجيك. هنا 9 زائد 60، الستيشن اللي بعدها هي 10. طبعا الحجم الستيشن 10 هو بالمثال عندنا معطينا هو 201 كيوبيك يارد. هذا هو الحجم اللي يهمنا، هو المسافة اللي هو average distance قلنا to the free hall station اللي هي 11 زائد 20. فهنا أنا ما أخذ المعدل، احنا قلنا average distance، فمعدل المسافة من 9 زائد 60، المسافة من 9 زائد 60 إلى 10 هي 40، بس هنا هو مجزئها لكم، قال بادي بالستيشن 10 مطروح من عندها الستيشن 9 زائد 60، فالمسافة راح تكون 40. معدل المسافة نقسمها على 2 زائد باقي المسافات اللي هي توصلنا للبالانس فري هول ديستانس. فمن 10، من الستيشن 10 إلى ستيشن 11 المسافة 100، ومن ستيشن 11 إلى ستيشن 11 و20 اللي هي عندنا قلنا البالانس اوف فري هول ديستانس فصار 20، ومنها عندنا 40 تقسيم 2 20، فالناتج راح يكون 140. خلينا نشوفها بطريقة شوي أوضح بالإكسل. احنا بدينا من هذه النقطة اللي هي كانت قيمتها 9 زائد 60، أو خلينا نقول 9 إذا ما نريد نتكلم بالستيشنات، 9.6 كانت هذه المسافة وصولا للعشرة، فناخذ إلى أن نوصل إلى 11 زائد 20. لاحظوا المسافة، أول جزء الحجم الأول راح ناخذ إلى أفرج اللي هو كان 201، الأفرج ديستنس مالته هي 40 تقسيم 2 20، زائد هذه كل المسافة اللي هي 100، زائد المسافة المتبقية اللي هي 20، فصار عندنا هذه أول حالة، أول جزء. نتحول للجزء اللي بعده اللي هي ستيشن احنا عندنا بيها من 10 إلى 11، حجم العشرة هو 201 وحجم الدعش هي 638، نطرح واحد من الثاني حتى يطلع لنا صافي الحجم، وبعدين نتحرك إلى حساب الـ average distance أيضا نفس الشيء. هذه المسافة بين 10 ل 11 هي 50 100، فتقسيم 2 هاي مثل ما تشوفون هنا، خل أنزلها
من ستيشن 11 إلى ستيشن 10 100 تقسيم 52. احنا لحد هسه وصلنا لستيشن 11 المطلوب اللي هو لحد ستيشن 11 زائد 20 مسافة الفري هول، فصار عندنا 50 زائد 20 70. بعد هذا انحسبنا من نستمر من الستيشن 11 إلى الستيشن 11 زائد 20 أيضا نفس الحالة. الحجم طبعا 11 عندنا موجود اللي هو 638، لكن 11 زائد 20 المفروض احنا استخرجناه مثل ما ذكرنا، أما عن طريق الرسم مباشرة أو باستخدام الانتربوليشن فكان 675. نطرح واحد من الآخر يطلع لنا الحجم الصافي للمسافة من 11 إلى 11 زائد 20، وطبعا هي أصلا المسافة 20 فمنتصفها راح يكون الأفرج مالتها هي 10. بعد أن استخرجنا الحجم الصافي وذراع العزم مثل ما يقولون مثل ما طريقتنا، راح نبدي الحجم الأول اللي هي من المحطة 6 9 زائد، يعني راح نبدأ نحسب من 9 زائد 60 في ذراعها للبالانس فري هول ديستانس، ومن ثم للعشرة يعني، ومن العشرة لدعش اللي هي أيضا الحجم صافي الحجم في ذراع العزم، وبالأخير من المحطة دعش إلى محطة دعش زائد 20 مقسوما. طبعا لاحظوا طلاب أيضا احنا هذه عندنا حجوم يعني يارد مكعب في المسافة اللي هي بالفوت، فالناتج عندنا لحد هسه البسط مالتنا هو عبارة عن كيوبيك يارد على الفوت مقسوم على الكيوبيك يارد. هذا حجم ال 675 هو حجم الفري هول في فوليوم، فإذا بقعدنا فقط الفوت، فطلعت الكمية اللي عندكم هي 87.6 فوت. هاي هي الديستانس الأولى للجزء الأول بالرسم، هذا الجزء يعني من نقطة D إلى نقطة V. وبنفس الآلية نكمل حساب الستيشن طبعا من هذه المحطة الثانية اللي هي من L إلى E، يعني هذه من نقطة L، هذه هي نقطة L إلى E. نفس الحالة طلاب هنا احنا عندنا نبدأ تبدون من هنا، هنا عندنا هذه النقطة هي استخرجناها عبارة عن 17 زائد 63 وصولا لل 17، يعني تبدون تحسبون هذه النقطة هي 17 زائد 63 وصولا لل 17 كحجم، واضح الحجم مالته هو 303. مسافة الذراع هذا هنا عندنا 63 تقسيم 2 زائد من 17 إلى 16 زائد 20 عندنا 80، فهنا نقلتين يعني صارت فقط اللي هي تقسيم 2 راح تكون 40، فهذه هي منها 63 تقسيم 2 مضاف إلى 40. إنه بنتحول إلى حساب الحجم اللي هو من ستيشن 17 إلى ستيشن 16 زائد 20، الذراع مالتها هو منتصف المسافة يعني 40، والحجم مالتها هو 303 ماينس أيضا 700، نفس الشيء باعتبار احنا بالانس هي اللي هي 675. هذه هو بنفس الآلية يتم الحساب 17 زائد 63 ناقص 17 حتى يطلع المسافة هي 63، المسافة مقسومة على 2 زاد من 17 إلى 16 زائد 20 مثل ما ذكرنا، فراح يكون طول الذراع هو 11.5. طبعا لحد هاي اللحظة أنتم أي تقريب ما تقربون ولا يكون بعد وبعد الفارزة هي مرتبة واحدة، يعني لا تلتجهون مرتبتين وثلاثة، هاي مو دقة. نبا بدأ حسب أيضا المسافة بالنسبة للستيشن مثل ما ذكرت بالرسم قبل شوية، حساب الحجم مالتها مطروح اعتمادا على البالانس فوليوم الفري هول فوليوم اللي هو 675، طلعت المسافة والذراع، فنضرب الحجم في الذراع مالته حجم في الذراع
مقسوم على الحجم، معدل الحجم الفري هول الفوليوم، راح تطلع عندنا المسافة هنا 72.1، وهنا كانت المسافة، وهنا كانت المسافة 87.6. نبدأ نجمع، أنا أريد الكلي total volume distance، مثل ما أطلع الحجم الكلي أيضا أريد المسافة الكلية. فهنا أنا نجمع الحجم الأول، المسافة العفو الأولى اللي ظهرت لنا، مضاف إلى المسافة الثانية، فطلعت عندنا 159.7، مع ملاحظة طبعا شوفون الناتج هو 159.7 فوت. احنا اللي نريده حسب الوحدة مالتنا اللي نريده هو بالستيشن، فبالتالي المفروض هذا الناتج يتقسم على الستيشن، والستيشن هنا هي 100 فوت. حساب الاوفرول كوست هنا منطق قانون، هو سعر المقاول اشقد سعره دولار بالمكعب على المكعب في الستيشن، مضروب في الاوفر هول فوليوم باليارد في الستيشن، في الستيشنات. هنا نجي السعر مالتنا، الاوفر هول فوليوم كان 675، وفي الستيشن هنا نرجع قسم كل محطة كل حجم على الستيشن مالته، او هو تاخذون 159.7 تقسمونه على 100، فالناتج اذا الكلفة المفروض اضيفها للعقد هي 11,858 دولار. طلاب هذه طبعا فقط كلفة الأعمال الإضافية، وفقط للجزء اللي هو من دي إلى إي، لكن هل هو كلفة الأعمال الإضافية الإجمالية للمشروع؟ لا مو كلها. هسه مطلوب من عندكم أنتم كهومورك تحسبون لي كلفة الأعمال الإضافية بنفس هذا، يعني نفس هذا المثال، لكن من محطة أي إلى المحطة دي، هذه الكلفة أولا تحسبوا لي كلفة الأعمال الإضافية من أي إلى دي، ثانيا تحسبوا لي كلفة الأعمال الإضافية ككل لهذا المشروع. اللي هنا الطلاب كملنا الفري هول، الفري هول فوليوم حسبنا، والأوفر بالأعمال الترابية اللي هو لونجيتيودال بروفايل، بعد أن حسبت الكميات، بعد أن رسمت هذه الكميات من خلال الماس ديجرام، الآن نريد نشوف البروفايل المقطع الجانبي للطريق الطولي. طبعا المقطع الجانبي البروفايل هو يدل على سطح الأرض الطبيعية، والخط المركزي اللي هو مثل بي سنتر لاين اوف روت، الخط المركزي للطريق مع تفاصيل منحنيات، كل ديتيل تفاصيل منحنيات العمودية. طبعا تعطي المحاذاة العمودية فكرة عن يعني عن مقدار الكميات الأعمال الترابية على مسافات منتظمة، هذه المسافات قد تكون 100 فوت أو 100 متر حسب الوحدات، احنا هنا عندنا بالعراق كل 100 متر، وأحيانا ياخذوها 50 متر مثل ما ذكرت لكم سابقا. والمهم هذه الوحدة هي تسمى ون ستيشن. طبعا وبالأخير لازم الجريد لاين نحاول adjusted، نبدي نعدل به إلى أن نحصل على أقل كمية من أعمال الكت والفل، وش قد ما قدرنا نساوي بين كمية الكت والفل نكون وصلنا إلى حالة مثالية وكلفة أقل للمشروع. هذا المثال مالتنا اللي هو نفسه اللي كملناه، شلون ترسم إلى بروفايل. أول شيء نخلي ال Y axis ومن ثم ال X axis، هنا هو مايله بزاوية، انت ممكن ترسمونه ك اكس اكسس يعني افقي. نحط ملاحظتين، الملاحظة الاولى كل قمة وكل قعر هي تمثل نقطة انقلاب او نقطة تحول من كات الى فول او بالعكس. وايضا ملاحظة ثانية، لما ما الكيرف الماس ديجرام ينزل للاسفل معناه فول، ولما ما يصعد الى الاعلى معناه كات، وطبعا اعتمادا على الحركة تكون عكس عقارب الساعة. يعني هنا أنا مثلا هذه النقاط نبدي، هذه قعر، هذه قمة سقطناها فتقاطعت هنا، إذا هذه ببالنا أنا هي هاي نقطة تقاطع كأنما بلس بوينت وهي الصفر، ومن ثم أريد أشوف هاي الكميات، لاحظوا صاعدة
مع الانتقال من حالة السالب اللي هي تبقى، معناها أكو عندي نقص تحتاج إلى ردم، وانتقلت مباشرة إلى حالة الموجب اللي هي يحتاج الأعمال إلى الترابية إلى رفع. فتشوفون انتقل هنا من أيضا نفس الشيء، صعد ومن ثم نزل، يعني عكس الحالة. طبعا هنا دي مثلت أن النقطة الماكسيمم باعتبار الميل مالتها صفر، فهي راح تمثل القيمة القصوى لهذا المنحني. هنا بنفس الحالة هنا عندنا الميل سالب، فإذا الكميات هي بالسالب. وهنا أيضا عندنا لو تلاحظون أكو نقطة هنا الميل مالته قاعد ينزل أيضا بالسالب. هذا هو البروفايل على بساطته. هذا مثال ثاني اللي هو هنا معكوس، عندنا مطلع قيمة، يعني المثال هو يمثلنا هذا الصورة الثانية، وعاكس هذا المثال على الأرض الطبيعية اللي هي كانت متوفرة عنده حتى نشوف مقدار التطابق. نفس الشيء هذه الميل مالتها صفر تكون قيمتها صفر، وأيضا هذا الميل مالتها صفر هذه القيمة صفر، هذا الميل صفر هذه قيمتها صفر. بالمقابل الكميات الصاعدة هذه مثل ما تشوفون هي أعمال كات، والكميات النازلة هي أعمال فول. لهنا المادة مالتكم كملت، عندكم 2 هومورك. الهومورك الأول طبعا عندكم هومورك قبل هذا مثل ما ذكرت لكم المثال مالتنا تحلوه، لكن الجزء الأول من الـ A إلى D النقاط. عندكم هنا مثال هومورك رقم 1 وهومورك رقم 2، بالإضافة إلى هذا مثال محسوب بي موجود بالكميات الستيشن، موجود كات وموجود فول، ومطلوب من عندنا أغلب المطالب المهمة اللي هي أحسب لي الفري هول فوليوم، وأحسب لي الأوفر هول فوليوم، والويست فوليوم، والبارو فوليوم، وآخر شيء التوتال كوست اوف ذا ايرث وورك أعمال ثرابيك. كله منطينا هنا كل القيم اللي نحتاجها، والستيشن هنا طلاب منطينا 200، الستيشن مو 100، 200، يعني تنتبهون لهذه الملاحظة. هنا محسوبة لكم هذا المثال، محسوبة لكم الكات، ومحسوبة لكم الفول، ومحسوبة الكوركت، ومحسوب الفاينل، يعني كلها محسوبة باستثناء ومرسوم أيضا بنفس الوقت، لكن مطلوب منكم استخراج القيم السابقة. هذا هو المثال، أنتم بعد تحلونه للأخير حتى تعرفون شنو المشاكل اللي راح تواجهكم. إن راح أحدد لكم تاريخ اللي تسلمون بيه الهوم وركات، لأن صار عندنا هسه الحد ويا هذني. هنا عندك 3 هوم وركات بالإضافة اللي أنا طلبته، فراح يصيرن 4. لهنا انتهى موضوع الأعمال الترابية، وإن شاء الله راح تكون عندنا جلسة على الزوم حتى نشوف شنو المشاكل اللي واجهتكم بالأمثلة، وشنو اللي ما فاهمينه من المادة.